هل كل انثى في الدنيا ابوها مطنش في حقها، او من وجهة نظرها ابوها مطنش في حقها، ابوها مش مهتم قوي باحتياجاتها وبطلباتها، بيجي لها تكيس؟ لا. ليه؟ لان التكيس اساسا اضطراب عضوي نتيجة اضطراب في الاستقبال. فطريقة استقبال الانثى لتصرفات ابوها او اخوها او جوزها، ان التصرفات دي تعكس ان هذا الرجل لا يساندني، استقبال الانثى بهذا المنظر ده هو ده السبب. فالسبب الحقيقي وراء التكيس سلوكيات الاب او سلوكيات الزوج او سلوكيات الاخ بنسبة ضئيلة جدا. السبب الحقيقي هو اسلوب، الطريقة التي ترى الانثى بها سلوكيات اخوها او ابوها او جوزها، وبناء عليه هذه السلوكيات المضطربة هشرحها حالا بتؤدي بسهولة الى شعور الانثى انها غير مسنودة.